بس عندنا رامي ربيعه تعليقه على القرعه نجم النادي الاهلي، اتفضلوا مع زميلنا كريم احمد. لكل جمهور النادي الاهلي العظيم، الحقيقه زي ما بنقول طبعا اجواء تركيز كبيره جدا تحديدا لمباراه اورلاندو، لكن يمكن الحقيقه احنا في حدث عالمي وهي القرعه طبعا الخاصه بكاس العالم للانديه. يمكن كل اكيد لعيبه النادي الاهلي، الجهاز الفني، الكل كان بيتابع المجموعه، ويمكن خلاص الامور اتحسمت، لكن اكيد هنتكلم على القيمه الكبيره جدا كابتن رامي ربيعه كابتن فريق النادي الاهلي عن القرعه والاجواء، ويمكن التفاؤل عامل ازاي والحرص الشديد جدا. يا كابتن رامي برحب بيك، واكيد تحياتي وتحيات كابتن شوبير ليك، ويا رب ان شاء الله تكونوا موفقين في كاس العالم للانديه باذن الله. طبعا برحب بكابتن شوبير وجماهير النادي الاهلي العظيمه. زي ما انت قلت كلنا كنا متابعين القرعه، كنا قاعدين كلنا متجمعين مع بعض بنحاول نشوف القرعه. زي ما انت قلت حدث كبير بالنسبه للنادي الاهلي، وحدث هيبقى عظيم بالنسبه لنا ان شاء الله، نحاول نادي فيه ونوصل لاعلى مرحله ان شاء الله فيه. احنا عارفين ان في اجواء تركيز بالتاكيد يا كابتن رامي للمباراه الافريقيه، لكن هو حدث وهو حدث عالمي، عشان كده يمكن بنحاول ان احنا نتكلم معاكم مع كباتن فريق النادي الاهلي عن البطوله، طبعا بطوله كاس العالم للانديه. القرعه خلاص اتحسمت، ويمكن خلاص الفرق الناس بتتكلم طبعا ميسي والامور طبعا اللي هي العاديه دي، لكن كابتن رامي ككابتن فريق النادي الاهلي بيشوف القرعه وبيشوف المجموعه ازاي وبيشوف الطموحات الكبيره جدا لعيبه النادي الاهلي ازاي؟ طبعا القرعه زي ما انت شايف هي يعني الحمد لله مناسبه، نحاول ندي كل اللي عندنا، كل واحد عنده مجهود وعنده طاقه يحاول يطلعها. زي ما انت قلت دي بطوله مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وحدث عالمي يعني هتبقى تنظيم طبعا مشرف للنادي الاهلي، فاحنا بنحاول ان احنا نسعى في اي بطوله بتدخلها بترفع اسم النادي الاهلي عالي. دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، وبنتكلم فيها دايما كلعيبه مع بعض وكجهاز فني، ان احنا اي ماتش بتدخله اي بطوله بتدخلها لازم تدخل بشخصيه البطل، باسلوب النادي الاهلي، باحترام النادي الاهلي، فده بنسعى ان احنا نوصل له، وان شاء الله تبقى مباراه مميزه لينا ونحاول نوصل لمرحله كويسه فيها ان شاء الله. اخيرا كابتن رامي، يعني هو مجد جماعي ومجد شخصي اكيد بالنسبه للعيبه تحديدا في كاس العالم للانديه، الكل عايز طبعا يرفع اسم النادي الاهلي، لكن على المستوى الشخصي كل لعيب هيحاول يطلع اللي عنده، لان هي بطوله يعني مش هتتكرر بالشكل المميز اللي احنا بنامل ان شاء الله ان احنا نشوفه. كابتن رامي دماغه فيها ايه في البطوله دي؟ زي ما انت قلت كده هي الموضوع بيبقى شخصي وجماعي، المصلحه زي ما قلت جماعيه وشخصيه، فاللعيبه كلها في حاله مسؤوليه كبيره جدا، لازم تطلع كل اللي عندك، لان انا شايف ان الجيل الحالي دلوقتي وصل لحاجات كتيره ما حدش وصلها زينا الحمد لله، وده بيديك دافع وبيديك مسؤوليه كبيره جدا على الجيل الحالي، ان هو يثبت ان الاهلي كبير جدا والاهلي واصل لمراحل عالميه كبيره، وبيحطك تحت ضغط، بس احنا بناخد الضغط ده بطريقه ايجابيه، ان انت تثبت للناس وللعالم ان النادي الاهلي موجود وبقوه في المنصات العالميه. فان شاء الله ان شاء الله انا واحد من اللعيبه منتظر حاجه زي كده، بس ده ما يخليناش ان احنا نعدي مراحل، في عندنا مراحل لسه في افريقيا، في عندنا ماتشات لسه مهمه جدا، بس زي ما انت قلت الحدث ده محتاج ان احنا نتكلم عنه دلوقتي، لان حدث عالمي ومحتاجين ان احنا كل واحد يطلع اللي عنده ويثبت نفسه ويثبت ان النادي الاهلي جدير بحاجه ومرتبه كويسه جدا في عالميا. يعني تذكر انت واكيد وياسر ميسي عشان الموضوع ده صعب جدا، صح ولا غلط؟ والله مش احنا بس، احنا محتاجين الفرقه كلها تذاكر وتسهر وتقعد تركز في كل اللعيبه يعني، فربنا يكرم ان شاء الله ونحاول نعمل اللي علينا، واللي يشرف النادي الاهلي واللي بنسعى له احنا كلعيبه وكمنظومه، ان احنا نبقى مبسوطين بنفسنا وفخورين بنفسنا بادائنا. النتيجه دي بتاعت ربنا، مهما كانت النتيجه انت بتسعى انك توصل لنتيجه ايجابيه، بس دي بتاعت ربنا. المهم ان انت ما تبقاش متخاذل في الملعب او مقصر في الملعب او عندك مجهود وبتخزنه لحاجه ثانيه، لا انت متعودين ان احنا بنطلع كل مجهودنا كل طاقتنا في المباراه، والنتيجه دي بتاعت ربنا ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا، كل الشكر والتقدير والتحيه الحقيقه للكابتن رامي ربيعه كابتن فريق النادي الاهلي. تصريحات مهمه جدا بالتاكيد، لان هو حدث عالمي زي ما احنا عارفين، ويمكن تجمع لعيبه النادي الاهلي وبعد القرعه كابتن شوبير الكل بقى بيتكلم، حسين الشحات، ميسي، رامي، ياسر، هنعمل ايه، امور الحقيقه يعني حدث تاريخي وحدث عالمي، لكن اكيد عندنا هدف وهو خطوه اولى، والخطوه الاولى هي مباراه اورلاندو ان شاء الله باذن الله. لعيبه النادي الاهلي كالعاده تكون على قدر المسؤوليه، كل يكون مركز، ومشيئه الله كابتن شوبير يكون نتيجه ايجابيه لفريق النادي الاهلي باذن الله مباراه الاهلي واورلاندو بايرتس.